سبع سلبيات ومخاطر تهدد أصحاب المشاريع في بداية مشوار التجاري، لنتعرف سويا على هذه الأسباب. السبب الأول، عدم استقرار الدخل. في بداية عمر المشروع يحتاج إلى اهتمام ودعم كافي لكي ينمو ويزدهر ويستمر إلى فترات طويلة، ولا يستنزف من قبل صاحب المشروع، فلا بد أن يكون لصاحب المشروع دخل خاص به يغطي احتياجاته الخاصة والتزاماته المالية. السبب الثاني، خسارة الاستثمار بأكمله. إن نسبة فشل المشاريع الصغيرة مرتفعة جدا، وفقا للإحصائيات الأمريكية فإن 35% من المنشآت الصغيرة تفشل خلال العامين الأولين من عمرها، بينما 54% تفشل خلال الأربع الأعوام التالية. أسباب الفشل كثيرة، منها أسباب داخلية تتعلق بصاحب المشروع، ومنها أسباب خارجية تتعلق بالسوق والمنافسين. فلا بد من صاحب المشروع أن يضع خطة استراتيجية ودراسة كافية لمشروعه لكي يتفادى خسارة الاستثمار بأكمله. السبب الثالث، ساعات العمل الطويلة. يتطلب من صاحب المشروع أن يعمل بجد واجتهاد لساعات طويلة مقابل استمرار العمل وتحقيق الخطة الاستراتيجية الناجحة والوصول إلى الدخل المناسب الذي يدعم المشروع. السبب الرابع، مستوى معيشة أقل. لتحقيق الخطة الاستراتيجية الناجحة وضمان استمرارية المشروع، فلا بد من قضاء ساعات العمل الطويلة والجهد الكبير في العمل الذي يتم بذله في السنوات الأولى من عمر المشروع كي يجني ثمارها بقية عمر الاستثمار. فمن المتوقع أن تكون حياة صاحب المشروع الاجتماعية والأسرية في الدرجة الثانية. السبب الخامس، ضغوط العمل. يحتاج كل استثمار إلى تضحيات كثيرة من صاحب المشروع، والعمل الشاق والجهد وساعات العمل الطويلة المبذولة في سبيل تحقيق الخطة الاستراتيجية الناجحة وضمان استمرارية المشروع. السبب السادس، تحمل المسؤولية الكاملة. في بداية الاستثمار يواجه أصحاب المشاريع صعوبة كبيرة في اتخاذ القرارات الصحيحة لتحقيق الأهداف المرجوة من المشروع ولضمان الوصول إلى الدخل المناسب الذي يدعم استمرارية المشروع. ولتفادي الوقوع في الفشل، يجب أن يكون صاحب المشروع قادر على اتخاذ القرار الصحيح. السبب السابع، الأحباط. تحمل هذه المسؤوليات والضغوطات والصعوبات وساعات العمل الطويلة والجهد الكبير المبذول في العمل تؤدي إلى الشعور بالإحباط، فعلى صاحب المشروع أن يضحي ويصبر في سبيل نجاح المشروع وتحقيق الأهداف المرجوة من المشروع والوصول إلى الدخل المناسب الذي يضمن استمرارية المشروع.